كتصادف رئيس لجنة التحكيم لدوري مجلس أمناء المونديالتو بالمهجر اللي دابا حنا على الهامش مقابلة الافتتاح ديال الدوري اللي تكلمنا على اللجنة يعني ديال التحكيم يعني الأعضاء ديالها ولا الحكام عدد الحكام اللي فيها. تفضل سي مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، أغتنم هذه الفرصة اللي صادفتني جريدة أو قناة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر كثير الشكر على القناة التي تخدم جميع شتى الميادين بمدينة العرائش، وبالخصوص صادفتني عدة مرات في جميع المحطات، ولكن الآن خاصة بالمجال الرياضي وممثل لجنة التحكيم. هذه اللجنة ديال التحكيم جات عن واحد المجموعة ديال الشرفاء سواء بمدينة العرائش أو الإخوان اللي في المهجر، أمناء مجلس أمناء ديال المهجر الذي أخذوا ثقتهم فيه لكي ينجح هذا الدوري، لأن مجال التحكيم هو أساس نجاح ديال الدوريات والتطورات الرياضية، والخاصة بأن أن تضبط الحكام وأن يكون كل حكم تعطيه كل خصوصية ديالو كل مقابلة.